صباح الخير. ما بعرف اليوم كيف رح نبلش نهارنا. بهالنهار اللي كتير حزين ما كان فيه شبابيك أكيد، لأنه بنهار 4 آب 2020 تسكرت كتير شبابيك وكتير بواب ما عاد انفتحت. ب4 آب 2020 صار بلبنان أكبر انفجار بتاريخ البشرية غير نووي، انفجار 4 آب يلي روح أكثر من 230 ضحية وأكثر من 6000 جريح، وبعدنا لليوم عم نراكم وعم نشعر بهيدا الانفجار كأنه اليوم عم بيصير. سنتين قطع وبعده الجرح نفسه. أهل الضحايا بعد مشتاقين لأولادهم أكثر وأكثر وأكثر. هذا أولى ضحايا صاروا بمكان أحلى، ولكن غياب عنا بيضايق. ب4 آب 2020 تغيرت حياة كتير من الأشخاص، مش بس أشخاص، لبل مدينة بكاملها دمرت، انكسرت، انجرحت. بيروت بعد عم تنزف. 4 آب 2020 تاريخ غير حياة كتير من العالم. 4 آب 2020 كل ما نتذكر هيدا التاريخ ما فينا ما نبكي، ما فينا ما نزعل. بهيداك النهار المشؤوم كتير من الأشخاص انجرحوا، كتير من الأشخاص بكيوا وبعدهم عم يبكوا، كتير من الأشخاص حياتهم تغيرت. سنتين قطع ولكن الجرح بعده نفسه. سنتين قطع على أشخاص صغار كبار عم بيدافعوا، كانوا موجودين بمطرح هن مش أصلا ساكنين فيه ولكن راحوا. مين المسؤول؟ وين صار التحقيق؟ أي جهة عم تسأل عنهم؟ ما حدا بيعرف. بعض الجمعيات وبعض المبادرات الخاصة والشخصية فقط هي اللي ساعدت، بالإضافة لمساعدة الجيش اللبناني فقط نهار الانفجار أو تاني نهار تيوصل الضحايا وتيوصل المتضررين على المستشفيات يلي ما عاد في أصلا مستشفيات. بعض المساعدات الدولية بس، والدولة اللبنانية غايبة. اليوم 4 آب 2022 سنتين قطع على الانفجار ولكن الأهالي ما نسيوا. بهيدا النهار رح نكون معكن عم نواكب تحركات الأهالي والقداديس يلي عم بتقوم على أرواح هؤلاء الشهداء، وزميلاتنا جريس وستيفاني رح يكونوا معنا من وسط المدينة بيروت عم بيوفونا بآخر المستجدات وعم بيغطوا كامل الأحداث. مين معنا هلأ جريس؟ عم تسمعيني؟ متابعين معكم جريس. مواكبتنا لهالنهار اللي ترسخ ذكرى أليمة بأذهاننا كلنا واللي رح يبقى حرقة بقلوبنا وقلوب كل أم شهيد وضحية لحتى نعرف الحقيقة اللي مش ممكن أبدا أن تضل مخفية. نحن حاليا متواجدين أمام كنيسة مار جرجس بوسط بيروت حيث أقيم قداس إلهي لراحة نفس ضحايا المرفأ ببركة غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وبحضور دور أهالي الضحايا. بدنا نذكر أنه قبل البدء بالذبيحة الإلهية قدم بعض أهالي الضحايا تذكارات لأغراض ضحايا المرفأ اللي سقطوا. بهالإطار رح يكون معنا ريبيكا أبو ناظر إعلامية وعضو مجلس تنفيذي بالرابطة المارونية. أهلا وسهلا فيك ست ريبيكا. هو يوم حزين بس يوم ما نفقد فيه الأمل، ولو أنه مسؤولين بلبنان، أنا بدي أقول كل مسؤول اليوم معني بهالقضية
الجنسية اللي هي جريمة العصر اللي بتعني كل لبناني، ليس فقط أهالي الضحايا أو المتضررين، تعني كل واحد منا. فأنا اليوم بدي أنه أطلب أنه تتحرك ضمائرهم، يكون عندهم الحكمة، يكون عندهم الوطنية، يكون عندهم القدرة لمعرفة الحقيقة. نحن ما رح نرضى إلا ما نعرف كل الحقائق، وإلا ما كمان يكون في عدالة، لأنه العدالة كتير أساسية، وإلا ما رح نرضى كلبنانيين ولا كأكيد أهالي ضحايا ولا متضررين. لأنه بتحني يعني هيدا نهار للسنة الثانية من المعيب جدا ببلد أنه هو مشارك بوضع شرعة حقوق الإنسان، ببلد عانى معاناه، أنه اليوم يتدمر قلب عصمتنا، تتدمر قلوبنا، تدمر ممتلكات الناس. وبالتالي ما نعرف كمان مين تسبب بهذه الجريمة، هيدا الشيء نحن لن نرضى ولن نقبل إلا ما نعرف الحقيقة اليوم قبل بكرة. وبدل ما يقعدوا اليوم بكراسيون، بدل ما يجوا يشاركوا معنا اليوم بالقداس وينزلوا يوقفوا معنا قدام هالجريمة الكبيرة يلي بعد اليوم الصوامع عم تشهد اليوم كيف عم تتهاوى، يتفضلوا ياخدوا قرارات. المحقق العدلي يكمل عمله، لأنه إذا ما كمل عمله كل شيء رح يتأخر، ونحن بدنا نتأخر. نحن بدنا الحقيقة، بدنا الموقوفين كمان يعرفوا، يعني هن كمان اليوم بحاجة للعدالة كمان حتى تنتصر العدالة، وما قلنا إلا الحقيقة والعدالة، لأنه هذا حق من حقوقنا. فأنا اليوم بشد إيدي على إيد كل إنسان متواجد معنا اليوم وبقول له لا تخف، ربنا معنا، نحن ما رح نتهاون، ما رح نستكين إلا ما نعرف الحقيقة، كل الحقيقة، وبدنا العدالة. شكرا. شكرا لك سترة بكا. إذن هؤلاء إلى دينونة الله يساقون، هيك قال غبطة البطرك الراعي اليوم بعظته يلي شدت فيها على الوصول إلى تحقيق الحق والعدالة. معنا النائب نديم الجميل، أهلا وسهلا فيك، شو بتقول اليوم بهالنهار الأليم؟ بقول أولا صلاتي لكل عيال الضحايا، أولا وللضحايا ليكونوا مطرح مهنة بالجنة، وبوعدهم أنه رح نكمل نضالنا يلي هو مش بس نضال إنساني، ولكن هو نضال سياسي، لأنه اليوم الإجرام يلي قتلهم هو إجرام سياسي، هو إجرام عم بطال كل اللبنانيين يوميا. فمش هيك أنا اليوم بعتبر يعني يمكن في ناس بيعتبروا أنه الله وكلهم يفجروا هالعالم ويقتلوا العالم ويعملوا حروب ويعملوا إرهاب. نحن اليوم جينا نصلي لله تنقل له أنه نحن ما بدنا يوكل حدا، نحن منعرف ندير أمورنا لوحدنا، ونحن بهمنا أنه هيدي الإجرام ويد الإجرام ما تكون رسالة من الله، ولكن نكون رسالة الله يلي منعرفها هي رسالة السلام، رسالة المحبة، رسالة الانفتاح. وهيدا جينا نقله لالله أنه يضل عينه علينا ما ترجع تتكرر جريمة المرفأ. أكيد. متى برأيك رح نوصل لهالعدالة يلي ناطرين قلنا سنتين ويعني ما بنتوقع نوصل لها قريبا، ولكن متى؟ العدالة أولا بتبلش بالعدالة السياسية، قبل ما يكون في قضاء وقبل ما يكون في عدالة قضائية في عدالة سياسية. وهيدي العدالة بدها جهد وبدها مواجهة، وهيدا اللي بفتكر اليوم حين الوقت نعترف انه نحن منا ضحايا اجتماعية، منا ضحايا انسانية. نحن اللي عم نعيشه بلبنان منا فيكتيم هيومانيتير، منا ضحايا انسانيين، نحن ضحايا سياسيين. علينا اليوم نرفع هالطغيان السياسي، ومن ثم كله بيمشي، الدولة بترجع بتوقف، القضاء بيرجع بيشتغل، الجيش بيرجع بيفرض هيمنته، بيصير عنا اليوم إمكانية نقول إنه عم نبني مؤسسات وعم نبني أحلام وعم نبني أحلام لمستقبل أولادنا. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. لكن متابعين التغطية معكم مباشرة من أمام كنيسة مار جرجس، معنا أمين عام الرابطة المارونية القاضي رفول البستاني، أهلا وسهلا فيك. شو بتقول اليوم بهالذكرى السنوية القريبة؟ بعد وعظة سيدنا البطرك ما فينا نزيد لا كلمة بالزيد لا كلمة بالناقص. نحن منتبنيها كرابطة مارونية دون شك، ونطلب من المسؤولين يسهلوا التحقيقات القضائية ويسهلوا مهمة قاضي التحقيق العدلي القاضي طارق البيطار،
ودون شك انه هيدي حادثه لا بالزمان ولا بالتاريخ الحديث شهدنا لها، وهي اذا بدنا نقول جريمه العصر. والله يكون بعون اهالي الضحايا، والله يرحم الضحايا ويشفي المصابين والمعوقين، وان شاء الله كل واحد يعود لضميره والله يهدي الجميع. الله يهدي. برايك، عندي سؤال لك، برايك اليوم شو اللي مخلى اهالي الضحايا هن اللي يكونوا واقفين على اجريهم وصامدين لحد هلا؟ الدم بحن. كيف اذا واحد ابنه، كيف واحد بيه، اخته، يعني الغرب بيتعاطفوا، الغرب البعيد، يعني مش الغرب البعيد عن هالمصيبه، ولكن بالنتيجه هيدي مصيبه وطنيه، هيدي كارثه وطنيه، وان شاء الله يوصلنا للعداله وللحق. الله يخليك. شكرا لك. رح يكون معنا أيضا النائب رازي الحاج كرمال اللي حكينا عن هيدا الذكرى السنوية لانفجار المرفأ. أهلا وسهلا فيك سعادة النائب. شو بتقول اليوم بهالذكرى الأليمة؟ يعني انفجار 4 آب مش ممكن أنه يعني يطلع من ذاكرتنا، يطلع من قلبنا، لأنه حقيقة هو جريمة العصر، جريمة جلى فيها كل أنواع اللا دولة، الإهمال، غياب المسؤوليات، غياب القرار الاستراتيجي للدولة، عدم إمكانيتها أن تكون هي سيدة نفسها على مرافقها العامة وعلى أراضيها. لهيك اليوم كثير مهم نكون عم نقول لكل أهالي الضحايا ولكل المتضررين المعوقين ويلي خسروا أشغالهم ويلي صار عندهم يعني كثير مشاكل يمكن نفسية من وراء هذا الموضوع، لازم نقولهم أنه لا، في مسار للعدالة وللمحاسبة آتي، لأن نحن اليوم أمام خيارين، وهيدي معركتنا مستمرة، إما أن يعني ننجح أن نرجع نعمل لبنان دولة أو نخسر وبيبقى لبنان تريعة غاب، القوي بيكون الضعيف. فرسالتنا ودعوتنا كل واحد من محله، مثل ما قال غبطة البطرك بوعظته، كل حدا من محله يجب أن يكون متمسك بتحقيق العدالة وتسهيل عمل القضاء لنقدر نعمل محاسبة باسم الجراح، تبني دولة، نرجع نقول ما رح نرجع نشوف 4 آب تاني ونخسر ضحايا جديد. هل بنضمن اليوم انه ما نرجع نشوف 4 آب تاني؟ لا، اليوم بهذا المسار اللي ماشي لا، لانه مش هيك معركتنا، هي معركة اساسية بين اللا دولة والدولة. شكرا لك. اذا بنرجع بنذكر انه نحن امام كنيسه مار جرجس بوسط بيروت تنتابع ونغطي هذا النهار، ورح يكون معنا هلا الي حصروتي، رح ناخذ رايه هلا بهذه المناسبه الاليمه. اهلا وسهلا فيك، شو بتقول اليوم بهالمناسبه؟ اليوم بدنا نبلش ننتقل من تفكير بقضيه المرفأ انه هي بس قضيه محاسبه لاجل الضحايا اللي راحوا، بما نبلش نحكي بالعداله كمبدا اساسي لبناء الوطن، ولما نحكي بهذا المنطق بدنا نحكي نبلش نقول شو تعلمنا من هالشيء اللي صار، وكيف بدنا ننتقل نحن كمواطنين نتحمل مسؤوليتنا ونبلش نعطي نشوف العبره ونعطي الحق من تلقاء انفسنا. برايك متى سيتحقق الحق والعداله؟ هو بسمح لنفسي هون احكي ابعد نتفق بالامور، نحن الرجاء بالنسبه لنا هو الانفتاح على كل شيء جديد. انا واثق انه هيدي حتميه الحياه، العداله رح تتم ورح نقدر نوصل لمجتمع نقدر نعيش فيه بكرامتنا. كيف؟ شو هو هالمجتمع وهالعالم اللي عم يتكون؟ نحن عم نتطلع وعم نندهش بعمل ربنا بكل شيء عم بيقوم فيه. نحن بنشكرك، شكر كبير لك. إذن مشاهدينا أنا أكيد بختم هلأ معكم، ولكن خلوكم معنا، رح نواكب هذا النهار ورح نوافيكم بأبرز المستجدات. جيت شكرا على موافاتك لنا بآخر المستجدات، ويعطيكم ألف عافية، والله يصبر أهل كل الضحايا، وأكيد إن شاء الله العدالة بتكون بأسرع وقت بتتحقق.
ومثل ما ضيوفك أو مثل ما حكيوا كل الأشخاص، يعني نحن بانتظار العدالة، وإذا ما في عدالة على الأرض أكيد عدالة السماء ما بتروح. هلأ نحن بننتقل للأبونا جوزيف السويد. أبونا عم تسمعنا؟ صح، الله معك. الله معك. يعني نعتذر يمكن على هالذكرى الأليمة أنك اليوم أنت معنا، ولكن بهذا النهار الأليم نحن بحاجة لشوية صلاة، نحن بحاجة لشوية هيك رجع، نحن بحاجة لنشارك المشاهدين شوية هيك حب، شوية سلام، لأنه أكيد الكل غاضب على هالانفجار أو على هالجريمة يلي صارت بحق الإنسان والإنسانية. بداية خليني أعزي أرواح كل الشهداء، ومثل ما سمعت وعم نسمع جاسينتا أنه كثير أشخاص اليوم شهود أحياء، شهود لأساوة هالأيام. أنا بقول انكتب كتير، انسكب حبر كتير، وجع كتير. تابعنا يمكن فيديوهات لكتير من الأشخاص اللي كانوا عم بيخبروا عن هالحدث اللي غير طبيعة حياتهم كلها سوا. أنت عم تطلب مني كلمة رجاء، أنا كلمة الرجاء كتبتها ولحنتها، أو كتبها جوزيف الشرطوني وأنا لحنتها. ضحكوا يا موت عليك لتفكرن ماتوا، اللي بيقول فيها الشاعر: مين قال كانوا ونمحوا وجود مطارحنا عم بيحفروا بالبال، بعد حكي من قال يرسم ملامحنا، وجود مثل شلال يمشي بهالنحنا. مشان هيك بقول حتى لو غاب كتار، ويمكن مسيرة لبنان كان مسيرة ألم كتير كبير، خاصة نحن شهود جاسينتا بهالشرق، رح يضل هالقوافل شهداء. انت سألتي سؤال أو انسأل سؤال من قبل جريس كمان، يا هل ترى رح ينتهي هالمسلسل؟ هالمسلسل ما بينتهي، هالمسلسل كان بلش مع قايين وهدي هبيل، ومسلسل ماشي بعروق الزمن ماشي. مش هيك أنا بدي أقول قديش بدنا بعد نمسح دموع؟ يمكن كتير، طالما ما عم نربي، طالما ما عم نعمل خيارات صح، طالما ما عم نعرف نجقر، طالما بعد في ميوعة، وطالما بعد في ناس مرتهنين جاسينتا، أنا بقول إنه مسلسل البكي والدموع رح يكفي. ولكن بالمقابل لازم يضل في هالفكر النير المسيحي على القليلة، واللي بده كمان يرخي ظلاله على كل يعني المطارح، على كل الشعب إن كان مسلم ولا درزي ولا شو ما كان، ونحط الرجاء بقلوب هيدول الناس. أكيد. وجود هالأشخاص مثل شلال عم بيمشي فينا، أكيد الوجع موجود، مشان هيك منقول بالشعر: هوهن موجوعين انديلهن مطفي، تردني تخمين الأحلام بتغفي، حاجة وجع يا سنين هالقد بكفي، الله البشر بعين، الله اللي بيشفي. مشان هيك بدي أقول بالنهاية ما حدا ولا أي كلمة ولا أي تعزية قادرة تبلسم جروح أهل أو يمكن الناس اللي كانوا هن المدقورين، هن اللي مزبوط اللي يعني أبونا قطع خرقتن سنتين، خرقتن هالألام. ما في كلام ولا أي تعزي ممكن تعزيهن إلا التعزي بأنه المسيح عم بضم لا خرافه لا يمكن خليني أقول جواره أرواح هيدول الناس الطيبة اللي عن جد كانوا بخدمة، كانوا برسالة، كانوا عندهم وجع إنه عم بيشوفوا قدامهم حدث جلل، حاولوا يتدخلوا تيجربوا ينقذوا ما يمكن أن ينقذ، ولكن مزبوط. وحتى في أبريا يمكن ما كانوا أصلاً هن خصهم في أشخاص كانوا قاطعين على الطريق. يعني من كم يوم كنت عم تخبرني أم ابنها توفى، كان ابنها ببقاع نزل على بيروت بده يخلص الشغل. يعني ما ذنبهم، ولكن قطع سنتين على هالانفجار أو على هيدا الجريمة أنا بحب تسميها، لأنه أشخاص أبرياء لا مرض ولا أكسيدان ولا شيء، يعني ما ذنبهم أصلا وتوفوا.
قطع سنتين وبعده جرحهم عم ينزف، بعده جرح كل أهل كل شخص، مش بس كل أهل، كل شخص منا ببيته، يمكن كان إن كان بالشمال إن كان بالجنوب، يمكن ما خصه، ولكن بعدنا متأثرين. صح، مشان هيك حتى أنا من الأشخاص اللي أهلي كانوا بمرم خيل النهر، وأنا خدمت رعية مرم خيل النهر أكثر من 30 سنة قبل مسير كاهن، وكنت بعدني يمكن حتى بالحركة الرسولية بمرم خيل اللي هي مواجهة للبور. بدي أقول هيدي الرعية جرح بعدها بقلبي، لأنه بعد تلت ساعة من الانفجار أنا كنت مع أهل الضحايا ومع كل الناس بهيدي المنطقة، وعم نلم هالناس ونلم إخوتنا ونلم أولادنا اللي كانوا بالطرقات مشلوحين. وبدي أقول حتى يعني هيدا المشهد ما ممكن يغيب عن مخيلتي، لأنه عائلة خيي بيي العائلة المقربة كانت موجودة بهذا الوقت. وبدي أقول أنه بالحقيقة المشهد كان مرعب مثل ما كل العالم. مشان هيك بالترنيمة اللي عملناها منقول وجود لهالناس اللي فارقونا اليوم، وجود ما رح بينام، بضل بالذكرى بالأهل بالأيام بولادهم بكرة. مين قال راحوا هيك بضلوعنا فاتوا، بعدهم يا قلبي ليك للقلب كلماته، صاروا شمس عينيك للنور شمعاته، ضحكوا يا موت عليك لتفكرهم ماتوا. جسنتا بدي أقول كيف بقدر عزي أهل هالناس، وكيف بقدر أحملهم الرجاء، وكيف بقدر بحملهم كلمات هيك تبلسم جراحاتهم، أكتر من أنه أنتوا اليوم شهدتوا على مجزرة بالتاريخ، على يمكن مثل ما سموها جريمة العصر. ولليوم بعد ما عنا ولا كلمة قادرة أنه تقلنا حتى هو المسبب. مشان هيك بدي أقول هزلت على الآخر بصدق. يعني أنا اليوم بالأردن بقليك كل الناس بالأردن بتسأليك يا عمي لهالدرجة أنه ما في قيمة للأرواح الناس، ما في قيمة للأشخاص، ما في قيمة للناس، ما في قيمة لهالوجع الموجود. إنه غبطة أبينا البطريرك اليوم عم بوجه رسالة، معقولة تتوجه هيك رسالة بعد سنتين على مجزرة؟ إنه ولو على القليلة بعد سنتين يكون عنا يمكن هلأ عم نقول للناس شي تاني، بس بعده الجرح ما انختم، بعده الجرح مفتوح. مثل أنا ما بقول مع الأم تريزا، أم تريزا اللي قالت لما شافت كل هالوجع على الأرض، قالت إنه بشرية وهالأرض رح تبقى جلجلي مفتوحة لآخر يوم بتاريخ البشرية. هالجلجلي مفتوحة، بس نحن علينا أنه ما نتوانى ولا لحظة عن أنه نحمل جواب، ولو جواب تعزي لأهل ولأحباب وللناس اللي بعضهم موجودين فينا ساكنين فينا، وياريت منضحك معهم على الموت ومنقول لهم ما غابوا ولا رح يغوبوا ولا رح يموتوا، لأنهم هني مثل شلال عم بيعصف. يعني أبونا هالكلمات قديش مؤثرة، قديش بتدق بكل شخص منا. أنا ما بعرف بدي أقول لك عن جد، يعني مش بس دقت فيه، أكيد كل شخص سمع هالكلمات هيك من جوا حس بشعور أكيد حزن، بس بذات الوقت مثل ما عم بتقول تعزية. أبونا يعني سنتين قطع، ومثل ما عم بتقول بعدنا ما فينا نقول لهم كلمة لهالأهالي، كلمة لهالأشخاص، كلمة لهالمتضررين. يعني في عالم بعدهم بالكومة، في عندك لارا بعدها بالكومة، حدا من بيت شعيته بعدها بالكومة مش واعية من سنتين لهلأ. برأيك أبونا شو اللي مصبر هالأشخاص هالقد؟ يعني قديش وجود القوة الإلهية تعطيتهم هالصبر؟ صديقتي أنا بقول الغضب اللي ساكن فينا لا يعبر عنه اليوم لا بالإدانات ولا بالمظاهرات، إنما بدي أكد مع غبطة أبينا البطريرك إنه في كلام نبوي، كلام إنجيلي سمعني هلأ بالنص اللي نقرأ بالقداس، وهو قادر يحملنا شوية تعزية للقلوب الجريحة. صوت الله ينادي اليوم ومن فجر التاريخ عم بينادي قايين قايين أين أخاك. مشان هيك غبطه اليوم أكد على شغلة كتير مهمة، إذا نحن ما قدرنا بالعدالة البشرية نحصل على حق هالناس، عدالة الله لن تصمت. هو اللي بيقول بالكتاب المقدس، وبدي استشهد، بيقول لي الانتقام. بدي أقول للناس اللي عن جد
فبرك وخططوا وبرمجوا، يمكن مرقوا دوزنوا، يمكن خبوا. بدي أقول لهم الله ما رح تقدروا تمزحوا معه هالمزحة السمجة، لأنه له الانتقام. مشان هيك أنا بقول يا هل ترى رح نفهم هيدا البعد؟ رح نفهم أنه عن جد الله ما رح يترك هالقضية هيك غائبة بدون محاسبة؟ مشان هيك بدنا نقول هيدا منه تفكير. هون عم ننادي ضمائر كل مسؤولين. أنا أطالب اليوم باسم كل هالناس، ويمكن بقول ما رح يكون في حقيقة بلبنان، معلش ما حدا يزعل، لأن كل شيء معودين إنه كل شيء بلبنان بيتأخر كتير يعني، ولا تحقيق وصل لنتيجة بعد لهلأ. مشان هيك اليوم نحن بحاجة لعدالة، خلينا نقول دولية. أنا أطالب اليوم روسيا، طالما اليوم خليني أقول البريزيدان تبع بوتين قال بيوم من الأيام، ومش من زمان كتير وقت ابتدت معركة أوكرانيا، كان عم بيقول بوضوح أنه بيمتلك المعلومات اللي ممكن الدين اللي عملوا الانفجار. فأنا أسأل الضمير العالم اليوم، إذا الضمير بلبنان بعض المسؤولين نايم ويمكن انتهى خلص نزف للآخر، أنا أطالب ضمير حكام دول. مظبوط، رفضوا التحقيق الدولي، رفضوا التحقيق الدولي المسؤولين. بعد خمس أيام بنجيب لكم الحقيقة. جاسنت أنا ما عم بطلب تحقيق دولي، أنا عم أقول ألا يمكن أنه تنطرح على الطاولة مثل ما طلب بوتين، أنه في عنده مستندات، يتفضل اليوم أخاطب اليوم السفير الروسي بلبنان وأخاطب كمان القاضي، عندكم وبتمتلكوا أنتوا وثائق تدين أو على القليل تظهر ماذا حصل في يوم 4 آب. مشان هيك لليوم بعدنا منقول ساعة، منقول ما عنا ساعة، منقول مش قادرين ساعة، منقول التحقيق بالضبط. مشان هيك خلينا نقول رح ضلني أنا أركن على صوت الله اللي ممكن أنه يخض مضجع قادتنا اللي ممكن أنه يكونوا مسؤولين وبعدهم عم بيتهربوا من وجه العدالة وعم بيجربوا أنه يلونوا العدالة أو أنه يعملوها على قياسهم. أنا اليوم أطالب من يستطيع من قادة العالم أن يساهم في إبراز وثائق ممكن أنه تحط القضية على ترجع تفتح القضية فلتكن. ومن هون منقول جاسنتا نعم دم هؤلاء الشهداء يصرخ من باطن الأرض، هيك في التكوين دم خيك بيصرخ لي من بطن الأرض وعم عم بيخض مضجع كل هالناس. دم هالناس بعد سخني. مشان هيك هدول منهم ضحايا، نحن اليوم قدام أكثر من 240-250 شخص وآلاف الشهداء، هدول دم بعده سخن مثل الرغيف السخن. يا هل ترى رح تكون بيروت لبنان والدول وفية لها الدماء، أو رح نكون كمان عم نرجع ناخد هالدماء نستثمرها بقضايا سياسية وقضايا بختي ومهزلي للتاريخ وللعالم، أو رح نكون عن جد أوفياء وأمناء على هيدي الدماء البرية الطاهرة الزكية وهالأبرار اللي دفعوا تمن حضور بهيديك اللحظة بهيدا المكان، وبعدهم لليوم بعد في كتير ضحايا شهود أحياء. مشان هيك بدنا نقول لا، صار مفترض أنه عن جد تتحرك ضمائر أكتر، تتحرك دول أكتر. نعم لبنان بحاجة ل مثل ما قال غبطه، بحاجة اليوم مش بس للحياد، بحاجة لتدخل قوي ويد قوية تمسك بزمام الأمور كلها سوا. وهالفلتان اللي موجود اللي عم بيدفع حقه وتمنه الإنسان بلبنان وكل الأبرياء بلبنان، إن كانوا مسلمين مسيحيين دروز أو حتى من كافة الناس اللي موجودين شرائح موجودين على أرض هالوطن، صار مفترض أنه نلاقي عن قديدي جواب عن جد ببلسم جروحات قلبنا. وكل هالمنتشرين بالعالم ما بقى فينا نوظفهم بس لحتى نرجع ننعش الاقتصاد، بدنا ننعش الروح
نحن روحنا مخزون. مزبوط، نحن عم نفتقد للإنسانية بلبنان، عم نفتقد لوجود يعني هيك الحس الإنساني. كل شخص عم بيفكر بس بأنانية، ولا حدا عم يسأل عن خيو الإنسان. يعني أبونا أنا بشكرك على هالكلام الحلو، وإن شاء الله تتحقق العدالة بأسرع وقت، وإن شاء الله يكون في العالم ترجع هيدا الحس الإنساني اللي عندهم إياه يرجع، ويرجع يبين بلبنان. أبونا شو كلمتك الأخيرة؟ أنا بدي أقول للناس يعني خاصة للمجروحين بأعماق قلوبهم وأرواحهم مجروحة، ثقوا آمنوا بأنه الله بحبكن، الله حب أولادكن وشاف أنه أولادكن أو أحبابكن أو الناس اللي أنتوا قدمتون ذبيحة على مذبح الوطن هن ذبائح حية. وصدقوني برجع بقول عنقود استوى قبل وقته، يمكن انقطف، نحط على مائدة الأبرار والصديقين. نحن نتألم معكم، نحن نحييكم، إن شاء الله نقدر بقدساتنا نخفف من أحزانكم. 4 آب صار بوجدان كل إنسان، ما بقى في تاريخ إذا بدي أقول بيقدر يكون أعنف من هذا التاريخ بالنسبة للتاريخ اللبناني. عنا إيمان، ولازم نحن ككهني نحط السلام الداخلي ونزرع الحياة بقلوب أهالي هالأشخاص اللي بعدهم لليوم مفجوعين. نعزي على قد ما بنقدر نعزي، في نكبة كبيرة، ولكن الله وحده الرجاء والمعزي واللي بيعطي سلام. هو مصدر قوتنا جاسنتا، هو أكيد. نبع ما في شك. يعني بيطفئ حب، ومنه بنستمد كل إرادة صلبة تنكمل المسيرة بعد المصيبة الكبيرة اللي أطاحت فينا. من جوارح بقول لك جاسنتا شكرا على استضافتي اليوم لكم. أنا من الأردن بالحقيقة عم تابع كل لحظة شو عم بصير، بقول أكيد. نعم، تحية لشهداء الوطن، لشهداء انفجار أو جريمة 4 آب، ولن ننسى حتى تنال العدالة كل مبتغيها. والأشخاص اللي عن جد ما بعرف شو عملوا وقديش متطوصين وقديش متغطرسين وقديش هيك خفيفين وعايشين بالمهزلة، ما بعرف قديش رح يكون ضميرهم مرتاح ويناموا عم خديتهم. يعني أبونا نحن منشتاق لأشخاص مثلك يكونوا موجودين معنا، ونحن بانتظار عودتك للبنان. وإن شاء الله مثل ما قلت هالأشخاص اللي عندهم هالروح الجشعة يقدروا يتخلصوا منها، وإن شاء الله تصير العدالة وتتحقق. وأكيد نحن عم نواكب كل الأهالي وكل الشهداء وكل المتضررين بصلاتنا. شكرا على وجودك معنا. الله معكم، والله يخفف من أحزان هالبلد. الله معكم. مشاهدينا مننتقل هلأ لربورتاج عدته الزميلة ماريا الغول عن واقع الأشخاص بعد انفجار 4 آب وأهالي الضحايا. منشوفه سوا. كثير من أشلاء ضحايانا بعد ضايعة أحدود مرفق بيروت. صعب الفرقة، علم فارق طيب أحبابه بالدمعة. النم ونشقف، النم ونشقف، شو زنبه؟ الله لا يوفق الله بالبيك لتلوجه أبضاي بصغدرو لو يزيق بقيت تكون اللي كان عارف واللي بقى المفتاح. الغلط الكبير انه الناس تتقبل او تتأقلم، فمش لازم حدا يتقبل، مش لازم حدا يتأقلم. اللي بيتأقلم واللي بيتقبل بيكون بيقتل شهيده مرتين، شهيده او ضحيته سميه اللي بده اياه، بس ممنوع حدا يتأقلم. يا ماما وينكم يا ماما؟ كل العالم عم بتقلنا الله يصبركن. أنا أول مصيبة صارت بيقولوا الله يصبركن، إنهم الله بيصبر على واحد، صبر على اثنين، هيدا الصبر كيف بيقسموا على 3 رجال؟ صعب الموت وشو صعبي نحكي بغصان. الله يحرق قلبكن ربع ما حرق ذولي قلبي. لا أنا إذا بلاقي بوت بكون ممنونكم. وهيك صار من شقف
كيف بدهم بي وام تاخذيهم مرتين بظرف 50 يوم ويحط لهم تابوتين فوق بعضهم وهن اصلا يعني دفنين ابنهم شاب؟ روحك بقيت حدي هون فاضي من دونك هالكون بلمح طيفك هون وهون عم شم ثيابك بعدني بتخيلهم جايين ثلاثتهم من الخدمه فكر انه بعده بشغله بده يجي كثير موقف صعب برجع بفيق لا انه شربل توفى توفى كرمال العالم كرمال وظيفته كرمال تيخلص ارواح يا دم اخواتك واشتاقوا تيشوفوا اشتقت لك كثير لو حتى لو بس فيك تجي سنية على الارض ما بقول لا نهار الحادثه لمحت خيي فالل لمحته يعني هو بفل بكير كثير لمحته لمحه فالل هذا لهلا بوجهي كل ما اوعى الصبح بتخيله كمان قاطع رايح على الشغل عم بغير ثيابه هو على طول هيك بحس عطاني عيونه وين بدي لقي مثله ما في مثله وهو بيعرف هو بيعرف كل شيء بتاني يقول انه انا عايشه بنعمه كثير يعني ما بعرف بتاني خايفه يجي نهار اخسر شيء من هيدي النعمه وخسرت خسرت خيي يا مفارقنا من بلدك بلد الإيمان
يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ من سمم ماء البحر ورش الحقد على الشطآن الوردية؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. يعني مشاهدينا، بعد ما شفنا هالمشاهد المؤثرة، يعطيك ألف عافية ماريا، ولكن عن جد نرجع نتذكر أنه هالجرح ما رح يتذكر، رح يضله معلم بكل شخص منا، بكل لبناني لو وين ما كان. مشاهد مؤثرة، أشخاص يمكن كانوا بأصعب شعور، بأصعب مرحلة بحياتهم. نحن منسامح ولكن ما مننسى، ما مننسى شو صار فينا، ما مننسى شو صار بكل لبناني بهذا النهار، ما مننسى لهفة الأشخاص، رالف، سحر، جو، علي، كل شخص توفى، كل شخص راح، كل شخص خسر إيد، عين، إجر، كل شخص بعده لليوم بالكومة. نحن ما مننساكن، مش رح ننساكن، مثل ما قلت منسامح بس ما مننسى، لأنه النسيان معقول يخسرنا الوصول للعدالة، فما منقدر ننسى. أربع آب ذكرى مثل ما قال لأبونا جوزيف، محفورة على جبين كل شخص منا. الله يسامح كل مسؤول أو كل شخص كان عارف بوجود هالمواد المتفجرة وما قال شيء. الله يسامح كل شخص علم وما خبر. الله يسامح كل شخص ساهم بأنه يعمل هيدا الشيء. مبارحة كنت عم بحكي مع شخص كان يشتغل على البور، طلع على الساعة 5:30، ترك شغله ووصل لعند شركة التوتش وبج الانفجار، ودع رفقاته وما كان عارف أنه هيدا آخر مرة رح يشوفهم فيها، والرفقة الآخرين كل جسدهم بلاست. يعني ما بعرف قديش في مشاهد مؤثرة، كل ما نرجع نحضر كل فيديو، كل صورة، كل مشهد، كل ما نرجع نسمع صوت بكي كل أم فقدت ابنها، منقول الله يسامحهم بس ما رح ننسى. مثل ما قال الأبونا، إذا ما في عدالة أرضية في عدالة سماوية. الله أكيد مش ناسي شعبه، شعب بكامله، مدينة بكاملها، أحياء بكاملها، سيارات بكاملها، خسارات مادية، خسارات معنوية، خسارات جسدية، خسارات نفسية. شو ذنب الطفلة يلي عمرها 3 سنين إنها تموت؟ وين الجواب؟ مين اللي عمل هالشي؟ سنتين قطعوا بالضبط، سنتين، وما حدا بيعرف لا جواب ولا بيقدر يرد ولا بيقدر حتى يمسح دمعة أم. المسؤولين سكتين، تحلينا حدا منهم ينزل يمسك مكنسة ويكنس الإزاز والحجر نهار الانفجار، تحلينا شخص يطلع يحكي كلمة. أكيد مش رح يقدروا يحكوا كلمة لأنهم كانوا عارفين وما بلغوا. لو يكون حدا من أولادهم، لو يكون حدا من قرايبينهم، لو يكون حدا من معارفهم صابوا شي، شو كان صار؟ المشكلة أنه ببلدنا المسؤولين ما عندهم رحمة بقلوبهم، بيفتقدوا للرحمة، بيفتقدوا للإنسانية. هيدي الجريمة يلي صارت بأربعة آب 2020، هيدي جريمة مش بس انفجار، جريمة بحق الإنسان والإنسانية. ما في دولة بالعالم بيصير هيك مع شعبها بتضلها ساكتة تتحرك. ما في دولة بالعالم بتقول انه هيدا شيء بيجوز. سنتين قطع، ما بدهم تحقيق دولة، معطلين التحقيق، القاضي شايلينه على جنب، محسوبيات سياسية، تدخلات خارجية، كله عم بيتدخل تيتعرقل التحقيق تما تبين الحقيقة وأهالي الضحايا واللي ماتوا والأشخاص المتضررين. شو منعمل فيهم؟ شو بيعملوا بحالهم لو ما في رجا بقلبهم
ولو ما عم بيصلوا ولو ما في الله بقلبهم، أنا متأكدة كل شخص لبناني بعد هذا الانفجار كان انتحر. ضيفنا بالقسم الثاني من الحلقة اليوم هو المحامي إلي خليل. إلي عم تسمعني؟ إيه بونجور، يعطيك العافية. يعطيك العافية ماتر. أول شيء يعني بهالنهار الأليم يعني نستذكر كل هالضحايا اللي سقطوا، كل الناس اللي خسرت أرواحها وخسرت أولادها، كل الناس اللي خسرت ممتلكاتها وخسرت أملها بالمستقبل، وهيدا هو أهم شيء. واليوم كلنا سوا منتضامن الأهالي اللي فارقونا من هالدنيا، وأكيد هن عم بيشوفونا من فوق. نحن أبناء رجاء وأبناء قيامة، نحن عم نتعذب بعد أكتر بكتير منهم. يعني قديش في شباب هاجروا، قديش في شباب مثل ما قلت خسروا أملهم، قديش في شباب مش بس خسروا ماديا ومش بس خسروا معنويا، تحطموا نفسيا بعد هالانفجار. نحن الخسارة الكبيرة هي هيك الرجاء بالبلد، بالطموح، بالمستقبل. اليوم خاصة بعد سنتين اللي مروا، وقت اللي نحن نتطلع على هالقد الفظاعة الكبيرة لهالانفجار ولهالقتل اللي اغتال البلد كله، بيروت، الضحايا، المؤسسات، كل البلد هيك كان بفاجعة، ونوصل بعد سنتين ما نلاقي لا في تحقيق جدي، ما نلاقي في أي هيك برقة أمل لأنه يتحاسبوا اللي قصروا واللي افتعلوا واللي عملوا كل هالمجزرة الكبيرة بالبلد. هيدا قد اغتيال طموحنا وأمالنا. يعني اليوم كل واحد بيناتنا اللي عنده ولد بيفكر أول لحظة أنه بيصير له فرصة يطلعوا برات البلد، لأنه رح يعرف بمطرح من الأيام النهار اللي بيصير ولد من أولاده ما في حدا يعوض، وبيعرف أنه مثل ما نحن مكفيين بهالمسيرة القضاء ومسيرة البلد واللعبة السياسية، ما في رادع بقى ممكن هالحلقة تكرر مرة واثنين وثلاثة ومحلة بحاسب. خسرنا طموحنا أن واحد يقدر يبني بهالبلد، يقدر يأسس لعائلة لمستقبل، جست لأنه نحن معنا ما هيك معنا دولة، معنا قضاء منفصل عن الدولة. احنا نكون في رادع بالقليلة لهالناس اللي متفلتة بكل المطارح، مش أول اغتيال ولا أول انفجار ولا أول مأساة بنقطع فيها، وفي غالبية الأحيان تما نقول كل الأوقات ولا مرة وصلت لنتيجة قضائية، لمحاكمة، لمحاكمة الفعل اللي عاملين هالإجرام كله. وجود 2750 طن نترات بالعنبر، هل هذا الشيء بيجوز؟ هلا نحن تننطلق من البدايه، كل السيناريو تبعوا لتركيبه الجريمه اللي صارت هو السيناريو ولا ممكن يكون بعقل اي طبيعي قانوني كان ام امني او قضائي انه يلاقي انه هيدي بتصير هيك او بطريقه عفويه. يعني ما ممكن حدا يشحن 2700 طن نترات يكونوا رايحين على دوله يسيروا بدوله اخرى تتعطل الباخره اللي جايين عليهم، ينزلوا بطريقه هيك. يعني بتقول انه في قطبه مخفيه بالموضوع، أمنية. في قطبة مخفية بهيدا المسار ما بعد ما بتتبلور أو ما بتبين، والتحقيق معطل. هل بيجوز إنه التحقيق يتعطل؟ هلا في بعض الأمور اللي صرنا تقريبا كل العالم تعرف سياسية فيها، مش ضروري تكون بعد ضمن التحقيق السري. صرنا نعرف إنه في سيناريو معين تقريبا الأغلبية بيعرفوا هيك الشأن العام عنه، الأمور العامة، وبالتالي هيدا الشيء العام اللي بنعرفه، ما بدنا نفوت لا بالتحقيق تفاصيله ولا بسريته، ولا نحن رجال قانون ننتظر مجرى العدالة وين بيأدي، وإنما هيدي المراحل اللي مرق فيها مع تفريغ هالنترات وبقائه هالسنوات كلها بقلب المرفأ لحد ما أنه تتوجع من بعض الأجهزة الأمنية كتب نخفتت النظر إلى خطورته لحد ما وصلنا للانفجار المشؤوم. بالتالي هيدا الشيء اللي كله تطلع هيك بالسيناريو ما ممكن بأي عقل طبيعي بشري، لو كان شخص قانوني أو غير قانوني، بيعلم أنه في شيء قوة أو إرادة معينة أنه هيدا السيناريو يكون ماشي بهالطريقة
لا يوصل لهون، مش من عبث، مش خطأ هيك والله، مش محسوب. فوتوا النيتراد أو ما فوتوا أو نزل الجيش رقب أو ما نزل الجيش رقب، هول الأخبار يلي عم يبعتون مثل بوشز على الإعلام أو على السوشيال ميديا، أنه إيه مش الحق على هون هيدا الجهة، لا الحق على هيديك الجهة وبيقلبوا. يعني قدي نسبة الخطورة يلي نحن فيها بتضليل الحقيقة، يعني خصوصا انه التحقيق معطل، خصوصا انه ما بيخلوا القاضي يحكي، خصوصا انه يوم بيطلعوا لك بخبريه. يعني اهل الضحايا ناطرين ناطرين ناطرين. كمحامي ومن الشق القانوني، شو فيك تقول لهم؟ نحن تنكون منطلقين من البدايه. اليوم المنظومه يلي هي او الجهات الحزبيه او الميليشيات او اللي بدك تسميهم، هالكتله التركيبه اللي ادت انه يوصل هالنيترات على لبنان، واللي ادت انه يكون في هالاهمال المتعمد كما نقول الافتعال هيدا الانفجار، هي ذاتها بعد اليوم قابضة على المنظومة القضائية والمنظومة العسكرية والمنظومة السياسية. هي ذاتها اليوم اللي بتحمي وزراء ونواب، وبتصير بتوقعنا بكلاش إذا هو لازم يتحكموا قدام مجلس أعلى لمحاكمة رؤساء الوزراء ولا لازم يروحوا قدام قضاء العدل. هي ذاتها اللي بتوصل بتقول هيدا القاضي بطل عجبنا، في مبررات قانونية نقدر ننزعه، إذا ما وصلت الحالة أنه نقدر بالقضاء نقدر نحن نقول له شرفنا وقف تحقيقك، منروح منهدده بنص مكتبه. هاو كلهم هاو البروسيدور بقى. بالتالي هيدا اللي أنا كنت انطلقت منه، أنه نحن لم نغتال فقط بأبنائنا وأهالينا ومؤسساتنا وباغتيال بيروت، نحن اغتالت أمالنا وطموحاتنا بالبلد. نحن كل شخص ببيته اليوم بيقول أنا شو بعد إلي مستقبل بهيدا البلد. ليه؟ لأنه نحن ما عندنا أمل أنه رح نوصل على نهاية قانونية يكون فيها عدل، يكون فيها محاسبة. وبالتالي ما في شيء بيمنع وبيردع أشخاص مثل اللي عملوا هالانفجار، يعملوا 10 و20 و30 انفجار مثله، ما في شيء بيردعهم. وبالتالي قلنا اليوم أنا بننطلق هيك الحس الإنساني والقانوني بذات الوقت، أنا أؤمن أنه نحن العدالة لا تعطى، العدالة تنتزع. نحن كشعب وقت اللي نحن بنقعد بنتفرج وبنقول لهم اقتلونا مره واثنين وثلاثه، بس ماتر يعني حتى قد ايه نزلنا وقد ايه صار في مظاهرات واهل الشهداء، ولا نهار وقفوا احكي منطق، ولا نهار وقفوا يطالبوا، ولا نهار نزلوا وقفوا نزول على الشارع، ولكن نحن بمنظومه متحكمه بالشمال لجنوب يعني نحن بتركيبه الشعب مش قادر يسيطر عليها. نحن اليوم المنظومة هي منا وفينا، يعني اليوم هو ما إنه ما إجوا فراشتي بطريقة احتلال خارجي أو إجوا علينا بدون ما نحن امبارح عملنا انتخابات نيابية، جزء كبير منهم رجع على ما أنا قاعد البرلمان، ورجع كتاب البرلمان بليجان بمؤسسات وبوزارات وعادوا ماشي الأمور وكفينا حياتنا طبيعي. اليوم أهالي الشهداء في عنا فوق 220 شهيد سقطوا ببيروت، في عنا فوق الآلاف من الناس اللي بعدها لليوم عم تتعالج بالمستشفيات وعندها أضرار جسدية ونفسية، عنا مئات الآلاف من المنازل والمؤسسات التجارية والإعلامية وغيرها متضررة. أنا اليوم وقت اللي بدي أطلع لقي عشرات أو مئات من أهالي الشهداء عم ينزلوا على ساحة الشهداء وعم ينزلوا قدام العدلية يطالبوا، هالآلاف اللي تضرروا بالمباشر وينهم؟ هالأشخاص اللي قاعدين ببيروت أكيد يصيبوا بالمباشر يا بجسدهم يا بناس غاليين عليهم يا بمؤسساتهم وبيوتهم. بالتالي نحن مقصرين منا وجورج، عم نحكي تنحكي عن غيرنا. نحن مفروض نكون إيد وحدة نطالب بسقوط منظومة اللي كامشة بالقضاء. القضاة في قضاة كتير خيرين، أكيد لازم نسعى أنه يصيروا القضاة ينتخبوا وليس يعينوا. في جزء كبير اليوم نحن اللي عم نطالب فيه باستقلالية القضاء من خلال المجلس القضاء الأعلى، لأنه 8 من أصل 10 هن يعينوا من قبل السلطة التشريعية وليس ينتخبوا. لازم نسعى أنه ينتخبوا. هيدا اليوم جزء من المشكلة اللي نحن فيها، والمشكلة الأكبر أنه اليوم في عدد كبير، نحن ما نشمل في عدد كبير من القضاء والمؤسسات العسكرية والإدارية كل أو الإدارات من إدارة المرفق اللي كانت ببيروت وغيرها من هذول يعينوا حسب
الالتزام الطائفة والحزبة والسلطة التنفيذية أكيد والحسابات السياسية بقيادة معينة، وبالتالي ليس حسب الكفاءة ولا حسب الجدارة ولا حسب مصداقيته ومناقبيته للشخص. هيدا المشكل الأساسي، وهيدا التراكم اللي صاير هو تراكم سنوات لورا خلت نحن شاركنا فيها. يعني نحن اليوم وقت المندق باب الزعيم وباب النايب وباب رئيس طائفه بنقول له انا بدي هذا المركز انا ما بستحقه، او انا بدي دعمه او بدي واسطه توصل لمطرح الفلاني، بقى بالتالي كله هيدا متراكم، وهيدا اللي وصلنا لهالاهتراء كوربشن بقلب البلد كله سوا من كعب الهرم لاعلى الهرم. رح نوصل بعد لقصص اسوأ ولظروف اسوأ. كل حدا لازم يبلش من نفسه اكيد. ماتر أنا بشكرك على حضورك معنا اليوم، بشكرك على رأيك المتحرر، وعن جد مثل ما أنت قلت لازم ندعي كل شخص منا، لازم كلنا نبلش من أنفسنا بالتغيير، ونبلش من أنفسنا أنه ننفذ المسار نحو العدالة، ونضلنا مناضلين وما نسكت عن حقوقنا. شو كلمتك الأخيرة؟ أنا بدي أشكرك كمان، وبدي أتمنى لكم إن شاء الله أيام أفضل من الأيام اللي عم نمر فيها، واتمنى لأهالي الشهداء والمتضررين كمان هيك ربنا يعطيهم الله يبرد قلبهم اكيد، وان شاء الله كل سوا بنوصل للعداله ولبلد افضل يليق فينا ونليق فيه ان شاء الله. المحامي إلي خليل انا بشكرك على وجودك معنا. مشاهدينا نحن مكملين بحلقتنا، مكملين بهذا النهار المأساوي ب 4 اب 2022 بعد سنتين من الانفجار، ولكن منتوقف هلأ مع بريك صغير وبنرجع. يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ من سمم ماء البحر ورش الحقد على الشطآن الوردية؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. الحرب زارت أرضنا يا ربنا، والسلم هاجر شواطئ أرضنا. بالأمس كنا بالسكينة ننعم، واليوم صرنا للجريمة مسكنا. الحرب زارت بالأمس كنا للأمانة مقصدا، واليوم صرنا للخيانة مأمنا. كان القلب يرحم زهرة، واليوم صار على البشاعة مدمنا. بالأمس كان الحلم جوهر عيشنا، واليوم صار العيش جوهر همنا. We'll be right back.
مشاهدينا رجعنا معكم بعد هالفاصل، مستمرين بنهار أربع آب مع مختلف الضيوف يلي كانوا شهود بعض منهم على هذا الحدث. معنا أستاذ روجير ميل يلي كان نهار أربع آب وواكب كل إذا بدنا كل هالجروح، واكب كل هالمأساة. روجير عم تسمعني؟ إيه مايك، صوت شوي في خشة. أهلا وسهلا فيك، أنا بشكرك على حضورك معنا اليوم بهذا النهار الأليم بعد سنتين من الانفجار. بشكرك أنا من استضافتيني. روجي حضرتك كنت مع عم بتواكب كل شيء صار نهار أربعة، خبرنا شوي عن هالنهار الأليم. قصدك عم بواكب حاليا هلا او هلا ومن وقتها وبكل لحظه وبكل دقيقه؟ هو حقيقه بالنسبه لي بالنسبه لكثير ناس هو اربع اب هو نتيجه للتشين رياكشن لعوامل سابقه، لانه ما في شيء بيصير لحاله بالحياه. مزبوط، في شيء بيسببه شيء ثاني وبيؤدي لشيء ثاني مثل حجار الدومينو. وبالتالي هروبنا نحن بالنسبة لهروبنا كشعوب لبنانية، شعوب لبنانية مش شعب لبناني، بس هي الشعب بطل في مشاكل مثل هلأ، هو أدى لتفجير أربع آب. مزبوط، هن ما بدون يسموه تفجير حرين بس هو اسمه تفجير أربع آب. مزبوط، لأنه أشخاص ما ذنبهم توفوا، أكيد الانفجار مش رح يصير منه لحاله بالنهاية. هيدا مش 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 انفجار بأوضة أو ببيت، هيدا تفجير بمدينة بكاملها انهزت. روجي خبرنا وين كنت نهار الانفجار؟ أنا كنت عم طالب بهذا النهار بحق بكهرباء بالطاقة، وتوجهت على البيت وثائبت أنه كان في كنهار شوب كتير. مزبوط، بتذكر كان في كمان ثائبت أنه كان في كهرباء، سو استفدنا من الموضوع دورنا الإي سي وقدنا. بهاللحظات هيدي سمعنا أصوات برا يلي سموها صوت فرقيع. أنا قلت صار في اغتيال، أول انفجار صار اغتيال. بلشت أسمع انفجار تاني تحت الشباك، طلعت لبرا، كانت ولدتي خلفي وطلع التفجير. أنا قلت في حالتين، في يا طيران إسرائيلي، سمعنا صوت الطيران. مزبوط، أنا دغري قلت صار يا صاروخ يا طيران، كنت قريبة للمكان. ما في حدا يشيل هيدي من الذاكرة الجماعية تبعنا الجماعية، نحن عنا ذكرتين بلبنان، عنا الذكرى الجماعية والوعي الجماعي، وعنا الوعي الجماعي اللي هو أكترية الشعوب اللبنانية عندها. الناس اللي عندها الوعي الجماعي بتتذكر كتير منيح أنه في ناس شافت، في ناس سمعت صوت طيارة. وهيدي قد ما يحكوا، لو ما عطونا الصور تبع التفجير، نحن سمعنا ونحن شفنا، ما حدا في إلنا العكس لحد هلا بذكرتنا الجماعية. وقتها شفت وقتها طلع التفجير افتكرت قبلة نووية أو أنه إسرائيل عم تضرب. مزبوط، صواريخ أو شيء تفجير كتير ضخم، صار شيء اغتيال كتير ضخم. وما كان عندي أي شيء رابع، يعني هو ثلاث إمكانيات، يا تفجير كتير كبير بالمنطقة، يا صاروخ عم ينزل صواريخ علينا، يا أنه انفجار نووي. يعني لأنه هذا كان الإحساس الأولي طبعا، كيف وقت تراكمت علينا كل هالسجايا والركام. وخلصنا بعجيبة، فرقت معنا على ثانيتين يعني، ولكن يمكن احنا هلأ مشوهين أو أنه مقطوش شي فينا أو انت شهيد حي، يعني فينا نقول للأسف. أنا ما بعتبر نحن شهداء أحياء، نحن ضحايا أحياء، ضحايا أحياء. يعني للأسف يعني دولتنا عملت فينا هيك، إذا فينا نقول هيدا الكلمة الصحيحة، وما حدا سألين. روجي، وكبت أهالي الضحايا، وكبت المتضررين، شو بتخبرنا عن هالمواكبات يلي عملتن؟
عن هالنهار كيف ساعدت هالأشخاص. نعرف أنك شخص كتير مساعد ومندفع، يعني كنت حد أهلي ضحايا، كنت حد الأشخاص يلي جيرانك يمكن أصحابك. عم بعتبر عم بعمل واجباتي، واجبات المينيموم فيني أعمله هو أنه أتحرك وساعد. يعني هذا أقل شيء ممكن أي شخص بيعتبر حاله مواطن أو إنسان أنه يساعد غيره. شو شعورك؟ شو شعور الأشخاص؟ كيف كنت يعني كيف كنت عم تتقبلوا هال 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 هالشيء اللي صار قدامكم؟ بنهار التفجير؟ نعم، بكل بنهار التفجير وباليوم اللي بعده. فيني أقول لك أنا شخصياً ما خفت ولا لحظة. كانت ولدتي حد بلش صرخ يا عدرا يا عدرا. صرخت أنا بقلبي. ما صرخت على صوت عالي، بس أكيد كانت صدمة قوية. بس بعتقد فعل الإيمان خليني دلني مترابط وما انهارت ولا لحظة، وقدرت ساعدت غيري لناس جيران، ناس انصابوا بسجايا، ناس كانوا منهارين. قدرت مثل كتير غيري، كان عندي رباطة جأش أنه قدرت حركت ووصلت ناس لمحل، وصلت طب أتم في ناس جرحى هون. يعني كل العملية اللي كلنا عملناها، وبعدين حملت حالي وتوجهت للمحل المتضرر أكثر شوي من هنا، بس تأكدت أنه أهلي ما بهم شيء، جيراني ما بهم شيء، توجهت لتحت تجرب قد ما فيه ساعد كمان وشاهد كمان، شاهد المأساة اللي صارت هنا. يعني روجي يعطيك ألف عافية، أنت من الأشخاص المميزين والنادرين يعني يلي يمكن عندهم هذا الروح، عندهم هالإنسانية بعكس المسؤولين يلي ما عندهم جنس الإنسانية وما عندهم هذا الروح إنه في شخص آخر مقابلهم تضرر انأذى، في عالم، في شعب نحن مسؤولين عنه، هذا غايب عندهم. شو كلمتك الأخيرة؟ كلمتي الأخيرة أنه العالم ما تخاف، لأنه الخوف وعكس الإيمان. دلة مكملة، مش بأي لحظة منتراجع ومنهرب، ما بقى فيني أعيش بهذا البلد، بدي فل. فعل الإيمان هو فعل المقاومة، تبقى بمحلك، ما تخاف. إذا بتخاف يعني أنت جبان وعندك إيمان. مثل المسؤولين ما بدو جنوا رسالة، رسالتهم أصلاً رح توصل لحالة، رح يعرفوا حالهم إذا ما يعرفوا حالهم بعد. إن شاء الله يوعى ضمير بشي كم واحد منهم، يوعى أنه هو لازم يتحاسب بركة مش على بركة. أخطائه أكيد لازم يتحاسبوا كلهم، كل شخص عارف، حتى مش شخص يمكن ساهم بهالشي، كل شخص عارف، كل شخص كان عنده علم لازم أنه يتحاسب. أنا بشكرك على وجودك معنا، شكرا على وقتك، وعن جد أنت قدوة لكتير أشخاص مثلك متحلين بهذا الصبر وبهذا الإيمان. ميرسي لكم مشاهدينا. نحن هلأ منكون وصلنا لنهاية نهاية فقراتنا لليوم. أنا بشكركم على مشاهدتكم، بعزي كل أهالي الضحايا. أكيد رح نتابع معكم ببعض التغطيات المباشرة من وسط مدينة بيروت مع زملائنا غريس أو ستيفاني، يلي أكيد بهنهار شو بهنهار المتعب هني عم بغطوا من أجل تكون معنا كل الوقائع وقائع وقائع وقائع. أنا بشكركم على مشاهدتكم، بنشوفكم. يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ من سمم ماء البحر ورش الحقد على الشطآن الوردية؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قضيتنا الحياة الملتزم، الحياة الفاعل، ولكن الحياة الإيجابي البناء، مش الحياة المحارب.
عصام وفساد ووباء. لماذا كل هذا؟ كفانا ضياعا كفاكم رياء. لماذا كل هذا؟ كفانا ضياعا كفاكم رياء. أطفالنا يسألونكم لماذا لماذا. شبابنا يسألونكم لماذا لماذا. كبارنا يسألونكم لماذا لماذا. ويا من يجيب على هذا السؤال. كفانا صفقات. قد حانت الساعة كفانا خلافات. ارحموا أبناءنا قد طالت المأساة. ارحموا أطفالنا كفى لا مبالاة. قد أتت الساعة كفانا شعارات. صلاتنا صمودنا ثقافة رجاء. جهادنا سلاحنا قوتنا ثباتنا ساحاتنا لقاء. مئوية تندهنا لبنان مش قابل الحياة إذا ما اعتمد نظام الحياة. بدو الحرية، بدو الكرامة، بدو لبنان الكبير هو البطريرك. من قطعين من عزلين عن العالم. لا مش هيدي، مش هيدي هويتنا، هويتنا الحياة. ما تقولوا البطرك مع مين، قولوا مين مع البطرك.